تمام؟ طيب الركن الثاني ركن علاقتي بالناس، الصحة النفسية. احنا افرضنا الكلام عن علاقتي بنفسي جيدة، طب علاقتي بالناس جيدة، ايه المؤشر برضك اللي ممكن انتبه ليه؟ علاقتي بالناس جيدة، أولا الإحساس بالانتماء وإن أنا ليا مجموعة أنتمي إليهم، إن أنا ليا هرم العلاقات، إن أنا ليا أسرة وليا أصحاب وليا زمايل وليا معارف، ودول درجات مختلفة من العلاقات، كل واحد فيهم العدد بيختلف. يعني أنا أكيد معارفي هيبقوا أكتر بكتير من صحابي، وأكيد دفء العلاقة هيبقى أكتر مع صحابي وهيبقى أقل دفئا مع المعارف. هرم العلاقات ان انا ليا هرم علاقات، ليا اشخاص اعرفهم وليا ناس بفضفض معاهم واقضي بدرجات جنبهم متفاوتة من القرب. بدرجات متفاوته وبعدد مختلف. ان الهرم ده موجود حاجه بتطمئني، ليه؟ لان هي مصدر من مصادر السعاده بالنسبه لي، بيوفروا لي الدعم وبوفر لهم الدعم، وده عشان يبقى موجود لازم يكون عندي درجه من التسامح، ولازم يكون اساسا حاطط اهميه لده. كتير من اللي بعرفهم وشويه واخدين جنب وشايفين ليه، يعني ايه اهميه ده؟ حقيقه الانسان بيبقى سعيد لو الحدث السعيد ده بيحصل وسط اخرين، ولو الحدث بيمر بحدث محزن بيبقى اقل الما لو اخرين بيساندوه. ففكره ان انت تبقى حريص ان انت تكون علاقات بالدرجات بتاعتها، وده هيبقى مبني على درجه من درجات التفاهم والتسامح واعطاء الاهتمام لاخرين وعذرهم في اخطاء او تاثيرات ممكن ياثروا فيها، حاجه مهمه جدا. وان انت مهم جدا تبقى بتعرف برضو تحط حدود ما بينك وما بين الاخرين، علشان في علاقات ناس مؤذية. علاقات مؤذية، واللي مش بيتعلم مهارات ازاي يحمي نفسه من العلاقات المؤذية ممكن يبقى زي ما ساعات هو بيوصفها ان هو يبقى فريسة للاخرين، فيعتبر ان ده باب بيجي منه الريح فبيسده يستريح وبينكر اهميته بالنسبة له. الانسان بطبعه كائن اجتماعي، احنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ففكرة ان انا ابقى بعيد عن الناس مش حل، او ان انا ابقى وسط الناس وطول النهار اتخانق وعامل مشاكل ودايما في كل مكان رايح جاي، اللي معروف عني ان انا علاقاتي مضطربة، ده برضو شكل يمثل اضطراب في صحتي النفسية. اكيد لو انا مسافر في اتوبيس ومتخانق مع الناس اللي معايا اكيد مش هبقى مبسوط، او على الاقل لو انا مش عارف الناس اللي معايا هبقى في درجه من درجات التوتر والترقب. الموضوع يبقى مختلف تماما ان انا لو مسافر مع ناس اعرفهم الرحله هتبقى احلى. نفس الكلام ده بينطبق على شغلي، بينطبق على قريتي، على مدينتي، على اي وسط انا فيه، طالما ليا علاقات هتعمل لي انتماء، والانتماء ده ليه درجه كبيره من الحمايه وتلطيف الصحه النفسيه.